المشاركة ديالنا في هذا المنتدى كتندرج في إطار التنمية الاقتصادية اللي كتعرفها بلادنا، وفي الرؤية ديال صاحب الجلالة اللي عطى خريطة الطريق في تنمية ديال صناعة الطائرات، وفي في 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 تنمية وتحسين المردودية ديال المنظومة التعليمية. الانتظارات هو كنتظروا واحد المساعدة في خلق واحد همزة وصل ما بين المغرب وكندا. الانتظار هو انه يكون واحد تسهيل ديال الاستثمارات للشركات اللي غادي حنايا نجيبهم هنايا المغرب ان شاء الله. انا في اعتقادي ان المسؤولين الان قايمين بالدور ديالهم فيزافي الجالية المغربية اللي هي مقيمة بالخارج، وبالتالي انا كنعتقد انه الحكومة المغربية قايمة بالدور ديالها في هذا المجال، وبالتالي كنتظروا ان المغاربة اللي مقيمين بالخارج هما ينوضوا ويخدموا باش نطوروا البلاد ديالنا، لانه البلاد ديالنا غادا في واحد العجلة ديال التنمية مهمة، وحنا كان خصنا نساهموا في هذه العجلة ديال التنمية الاقتصادية.